مساء الخير متابعين صفحة الإمارات اليوم، يسعد أوقاتكم. وطبعا على موعدنا كل يوم اثنين عشان نستقبل أسئلتكم في طب الجمال والتجميل. أنا جدا سعيدة بالتواصل معاكم، وتجيني أسئلة كثير وتعليقات كثير، وأتمنى إني فعلا أرد على جميع أسئلتكم لتلبي احتياجاتكم. إذا تذكرون الأسبوع الماضي تكلمنا على مواضيع كثيرة أكيد، ولكن أنا وعدتكم في شيء، إنه راح أتكلم على موضوع الهرم الشبابي أو المثلث الشبابي Triangle of Youth. Triangle of Youth هي عبارة عن علامة يلجأ لها الأطباء، أطباء التجميل وأطباء الأمراض الجلدية، لحساب العمر البيولوجي للإنسان، مش دايما العمر الحقيقي، لأنه هذا يهمنا كثير إنه نشوف وين المشكلة. المثلث الشبابي طبعا أكيد في عوامل كثير تخلي الإنسان يظهر بشيخوخة أحيانا مبكرة، اللي هو التقدم بالعمر. يمكن كلمة شيخوخة كلمة مش حلوة كثير، أنا أتجنبها، ولكن أحيانا تكون حقيقة. بفعل الجاذبية، بفعل عوامل كثيرة، بفعل عوامل قد تكون داخلية وخارجية، أهمها التدخين، أهمها الاسترس، أهمها الازدياد بالوزن ونقصان في الوزن، زائدا الجاذبية تترهل الأنسجة اللي موجودة في الإنسان بصورة عامة، خاصة في الوجه، منها العضلة، منها الضمور في أنسجة الدهون اللي موجودة في الوجه، اللي تعمل كحامية وشايلة الطبقات العليا من الوجه. فاللي أنا أبغى أوريكم إياه الحين فيلم بسيط صغير يوريكم عن مفهوم المثلث الشبابي. طبعا النجم الكبير عمر الشريف أنا اخترته لأنه طبعا أيقونة في الجمال والنجومية. بعيد الفيديو أنا مرة ثانية لأنه قد يكون مش واضح. لو تشوفوا هنا كيف كان المثلث الشبابي فترة من الزمن، يكون قاعدة كانت في شايفين كيف يكون فوق، كيف مع الزمن يتحل كل البشرة، كل الفات والجلد، فيصبح شايفين كيف المنطقة أصبح فيها ترهل في كل مكان. نقدر نحطها سلاف بس إنه نثبت على شيء، بس لو تركزوا معاي هنا كيف كان ما نقدر نحطه، وكيف بعدها يصبح انه يصبح المثلث، قاعدة المثلث تكون في الجزء الأسفل من الوجه، فلذلك يصبح المثلث مقلوب. أنا بس حبيت أوضح لكم النقطة هذه. طبعا حاليا وأنا متأخرة عليكم، والله سامحوني، بس كنت مشغولة وأنا اللي أخرتهم يا مايا ومايا، وأنا اللي اشتقت لكم وتعودت عليكم على فكرة، وأتذكركم واحد واحد وأتذكر أسئلتكم دايما، وأحيانا فعلا تلفت نظري حتى اهتمام الصغار منكم. يعني لوجين ما بنسى سؤالها عن السكار الأسبوع الماضي، وأثرت فيني كثير متابعتنا الجميلة الصغيرة. شو أفضل كريم لتفتيح البشرة الدهنية؟ التفتيح أحيانا ما يكون كفاية إنه كريم، يعني إحنا هل نفتح لأنه المشكلة تصبغات، أو نفتح لأنه المشكلة فيها بس اسمرار. إذا في اسم، إذا لون البشرة سمرة، أنا فعلا ما أنصح إنه إحنا نفتحها. بالعكس، أنا يعني يهمني إنه نقاء البشرة من الشوائب ونقاء البشرة من المسامات المفتوحة. إذا كان المقصود بالسؤال موضوع يحتاج إلى
تعمق أكثر، إنه نشوف عمق التصبغات الجلدية، هل هي عميقة، هل هي سطحية، أو هي الاثنين مع بعض. إذا أفضل إنه نعالج التصبغات على إنه إحنا نعالج بشرة قد يكون لونها طبيعي، بس إنه هذا هو لونها، يعني إنه ما في داعي نفتحها. حل الهالات السود، اللي يسألنا على الخاص، في حد يسأل أسئلة على الخاص، أنا صعب علي إني أدخل على الخاص عشان أجاوب على الأسئلة، هذه الصفحة عشان لنشر الوعي ولتثقيف عدد أكبر من المتابعين لصفحة الإمارات اليوم، فأنا أعتذر عن جواب أي شيء على الخاص، رجاء يعني تقبل هذا الشيء. بالنسبة للي يسأل على الهالات السود مرة ثانية، مرة أخرى، الهالات السود السوداء أنواع كثيرة مرتبطة، إذا كانت الطبقة الجلدية من نوع رقيق أو خفيف، بالحالة هذه قد تؤدي إلى وجود خطوط هنا، أما نعالج البشرة الخفيفة بالرايوبلاش إذا كانت المشكلة فقط تصبغات في حوالين العين، أو إذا كانت فقط خطوط فيمكن معالجتها بالبوتوكس، وهنا البوتوكس لا يحقن للجبهة، يحقن فقط في الخطوط. أما إذا كانت المشكلة في مجرى الدمع، فالعلاج يكون بالحقن لامتلاء مجرى الدمع بالفيلر الخاص المخصص له. أما إذا كانت مصحوبة بعوارض أخرى مثل إكزيما مثلا، فهنا نعالج الإكزيما، وإذا كانت المشكلة مرتبطة في جفاف البشرة هنا نعالج الجفاف. أنا مو فاهمة السؤال، الفيشل الكزماري، أنا مو فاهمة شو السؤال، عفوا. Scar in my face 4 months ago caused scar accident. I use silicone cream. داليا، داليا انت عندك سكار حسب in your face، لانه نتيجة مشكلة حصلت accident، الله يبعد عنكم الحوادث، سيليكون كريم، سيليكون كريم جيد لفترة، او ممكن حتى السيليكون ستيكرز كثير كويس، اذا كان كبير يعني حجمه كبير او عمقه كبير او مساحته كبيره، ممكن يعالج فيما بعد، بعد مرور ست اشهر ممكن يعالج بليزر الفراكشنال او ببعض الليزر الاندياج ليزر احيانا بمعيار معين مخصص لعلاج هذا النوع من السكارز. احيانا شويه كورتيزون ممكن يعالج، طبعا لازم يؤخذ بعين الاعتبار وبحذر عشان ما يترك مشاكل، يكون طبيب فعلا متخصص بهذا الشيء. الخلايا الجذعية ممكن تعالج السكارز بس أيضا بعد فترة، يعني بعد مرور سنة، وهي عن طريق أخذ كمية من الدهون وبعثها إلى مختبر مختص لاستئصال أو استخلاص الخلايا الجذعية، وبعد فترة من الزمن بأربع أشهر بعد استئصال الفات، ويكون في بيئة خاصة، يحقن في منطقة السكار ويكون علاج من أجود أنواع العلاجات لهذه المنطقة. الحل الانتفاخات تحت العين، الانتفاخات تحت العين إذا كانت تجمعات دهنية ممكن تزال جراحيا، طبعا التقييم يتم عن طريق الدكتور لما يفحص الحالة ويشوفها، ممكن تستأصل بطريقة ما تكون واضحة أبدا ويكون خلاص يعني. أما إذا كانت بسيطة فأحيانا لها حلول، والحلول تكون أيضا بالامتلاء، يعني نملي المنطقة اللي هي مجرى الدمع ممكن جدا ملأها بالحالة هذه، بس إذا كانت بسيطة، بس إذا كانت كثيرة أكيد أنا أفضل استئصال الجراحي. علاج الدهون اللي في الأنف، الزعيم يريد يسأل عن الدهون اللي في الأنف. الدهون اللي في الأنف يا أخوي الزعيم ممكن تعالج بكذا علاج، طبعا عن طريق أحيانا في فيشيال خاص يعالج الدهون اللي بالأنف.
وهذا يكون في مراكز نستخدم فيها احيانا جلايكوليك اسيد او ساليسيليك اسيد بجلسات متتاليه، يعني جلسه في 3 أسابيع. اذا كانت مصحوبه برؤوس سوداء ما كان يعني ما في كثير هيستوري عن حالتك، في احيان قطع لاصقه موجوده في الصيدليات ممكن توضع على منطقه الانف، وممكن تكون معالجه للدهون اللي موجوده في منطقه الانف. في بعض الكريمات ايضا اذا حطيتها في الليل ممكن تعالج منطقه الافرازات الدهنيه. جدا مهم استخدام انتي اوكسيدنت واقي الاكسده في النهار لعلاج هذا النوع من المشاكل. محمد إبراهيم، هل في كريم أقدر أستخدمه لعلاج الهالات السود ولا لا؟ مثل الحين قبل شوية أنا تكلمت عن هذا الموضوع، مع التجارب الكريمات ممكن تعالج الجفاف في منطقة الهالات السود، ولكن العلاج الحقيقي للهالات السود أنا تكلمت عنها تقنيات أكثر مما هي كريمات. مريم، الليزر الكربوني آمن للوجه أو ليزر سبكترا؟ يعني أنا من الناس اللي تفضل ليزر سبكترا أكثر من الليزر الكربوني، عندي تحفظات على الليزر الكربوني. وشو الليزر الكربوني؟ وما في شيء اسمه ليزر كربوني. الليزر الكربوني هو ليزر عادي عادة يكون كيو سويتشياك، وهو من أفضل أنواع الليزر كيو سويتشياك. ولكن إذا أنا وحطيت على كربون على الوجه حطيت الليزر، أنا في رأيي ما لي داعي. يعني ممكن الإنسان يستغل قيمة الكيو سويتشياك من غير وضع الكربون على الوجه وتكون النتائج ممتازة. مساء الخير يا عبدو، وين سؤالك؟ رانيا، عندي حبوب بالصدر حمراء، استخدمتها دواء بنزاك لمدة 2 أسبوع وما راحت. بالحالة هذه يستحسن انه تشوفي طبيب يا اختي، لانه الحبوب الحمراء ممكن تكون اشياء كثيرة، ممكن تكون أكثر مما تخيلي أو أقل مما تتخيلي، فلذلك لابد من فحص وتشخيص المشكلة لأنه عشان ما نستخدم شيء ما يكون لصالحك. الكرياتينين للشعر، رجعنا لموضوع الكرياتينين، هو آمن؟ هو مش آمن يا محمد، مش آمن أبداً. والسبب الرئيسي في سقوط الشعر، وأنا أكرر على هذا الموضوع كل أسبوع وكل أسبوع أسأل نفس السؤال، معناته أنه متابعينا يتغيرون بالحالة هذه. وأنا بالعكس أنا من الناس اللي يحذر من استخدام الكيراتين، وما في شيء اسمه كيراتين للشعر أبداً، هي مسميات تسويقية يختاروها مروجين الشعر المالس، سواء كانت بوتوكس أو فيلرز أو كرياتينين أو مش عارفة في شيء اسمه بلو، شيء أزرق، كلها تحتوي على مادة شو اسمها المادة سلافكا، فورمالديهايد، مادة الفورمالديهايد اللي هي تعمل على تمليس الشعر ولكنها حارقة في النهاية، فهي تتلف الشعر، تتلف نهايات الشعر وتتلف فروة الرأس أيضا، وتسبب كدرجة أولى سقوط شعر. وممكن احنا نحتاج فترة من الزمن عشان نعالج سقوط الشعر، لذلك أحذر منها للمرة المليون، وأنا حذرت منها كثير واستجابت بعض الهيئات الصحية لهذا الشيء وإنها حذرت منها ومن استخدامها. هل تقنية الفراكشنال نتائجها ما راح من عندي السؤال، هل تقنية الفراكشنال نتائجها جيدة أو لا؟ طبعا نتائجها جيدة، نتائجها السريعه، وكم نتائجها سريعه. انا مش عارفه شو موضوع السريعه، انا دائما يسالوني، انا مش من المؤيدين للنتائج السريعه، المهم انا عندي تكون النتائج امنه. انا ممكن الدكتور يعطي نتائج سريعه لاي تقنيه، الفراكشن ممكن تكون نتائجها سريعه اذا انا زدت المعيار بطريقه ممكن تكون يعني شبه حارقه للجلد، وتكون النتائج سريعه من اي ناحيه، من ناحيه الشد، من ناحية العمل على البشرة، ولكن فيما بعد شو حيصير؟ حيصير تصبغات جلدية قد يكون علاجها مش يعني نتائجها مش لصالح الإنسان. لذلك الفراكشنال أنا أتأنى فيها وأعملها جلسة شهرية على مدى 5 جلسات. حتقولوا لي طيب دكتور يعني أنا حستنى 5 إلى 6 أشهر؟ طبعا
أنا أتأنى في النتائج من أجل إني أحصل على بشرة ما فيها مشاكل. فالنتائج السريعة مش لصالحكم، وبالتأني دائما السلامة. عندي شامة كبيرة تحت الصدر، حسب الشامات أنواع كبيرة، إذا أنت شاك في لونها أو شاك في حجمها أو تغيرت بالفترة الأخيرة، يستحسن استئصالها أو فحصها عن طريق طبيب المختص. فايدة ماسك الذهب يا أنس، فايدة ماسك الذهب هو للترطيب وليس للعلاج. يعني إذا في حد يعتقد أنه ماسك الذهب لعلاج التصبغات أو لعلاج إكزيما أو علاج، لا، ماسك الذهب في دكاترة ما يحبوه كثير، ويمكن يقول لك أنا أقول لمرضاي ما يستخدمه. أنا أقول استخدمه إذا تحب لمعان وإذا تحب ترطيب جيد، أكثر من ذلك الموضوع ما له أي فائدة. علاج الانتفاخات دهنية فوق الخد تحت العين عند المرأة. وسيم يا أخ وسيم، لسه متكلم عن هذا الموضوع. إذا كانت الانتفاخات كثير كبيرة فأنا أنصح أنها تستأصل جراحيا، وهي عملية بسيطة جدا ما تزيد عن 45 دقيقة. ممكن تستأصل تحت التخدير الموضعي ويروح الإنسان بيده سواء مرأة أو رجل. أما إذا كانت بسيطة فيمكن تستأصل غير جراحيا، يعني تدارى غير جراحيا وليس تستأصل، بحقن الفيلر حواليها إذا كانت بطريقة بسيطة. عملت ليزر لتصبغات البشرة لعلاج الكلف ما جاب نتيجة، شو أحسن علاج لتصبغات البشرة؟ هو صعب أنه أنا أعمم عملت ليزر للهالات السود أو عملت ليزر لشيء، لأنه هنا أو للتصبغات، هنا الليزر أي ليزر عملت للتصبغات، لأنه أحياناً يمكن هو نوع واحد أو نوعين يعالج التصبغات الجلدية كليزر. أحياناً نحن ندمج ما بين الموجات الطويلة والموجات القصيرة عشان واحد يحفز عمل الثاني. أحياناً نعمل كذا، ندمج ما بين كذا تقنية مع الليزر عشان نوصل إلى درجة جيدة. أيضاً جداً مهم أنه لما نعمل الليزر نختار المعيار المناسب لنوع بشرتك ولا ولعمق التصبغات. إذا جدا صعب إني أنا أعمم عملت ليزر وما عملت ما في نتيجة. الكرش بيطلع من أكل الرز واللحم والدجاج بشكل يومي ولا ما له علاقة؟ عليكم السلام يا أحمد. طيب إذا أنت عارف إنه الكرش يطلع من أكل الرز واللحم والدجاج، أنا أنصحك إنه أنت تعمل حمية غذائية مميزة عشان ما يطلع الكرش. بالحالة هذه أنت ما رح تحتاج لأي دكتور، طالما أنت عملت حمية غذائية جيدة ورحت للجيم. الله يبعدك عن الدكاترة وعن اللي يعملوا فيك الدكاترة. أعاني من حساسية إكزيما جافة يا آية. أعاني من الحساسية، أنا أحب أقول لك إنه الحساسية موضوع طويل جدا، صعب أيضا يعمم في جلسة مثل هذه، لذلك لابد منه أنت تشوفي دكتور، تتأكدي من نوع الحساسية اللي عندك وتمنعي عن أي مسبب يعمل حساسية. الحبوب البيضة حول العين الصغيرة شلون أتخلص منها؟ ممكن الإنسان يتخلص منها أكيد بلا شك، ولكن الموضوع يحتاج أيضا إلى تشخيص. أحيانا جدا سهل التخلص منها، في أجهزة معينة ممكن تشيل هذا النوع من الحبوب البيضة، خاصة إذا كانت تحت الجفن. جدا مهم نتأكد من عدم وجود الكوليسترول في هذه الحالات، في كريتيريا معينة نلجأ لها، طبعا العمر والفاميلي هيستوري، ونشيك الكوليسترول اللي في الجسم، وممكن إزالتها في كذا جهاز ونتائجها حلوة. قد لا تختفي 100% ولكن ممكن تختفي بنسبة 80%. هل يجوز عمل تجميل الأنف بعد كورس ريوكتين؟ بعد كورس الريوكتين نعم، إذا خلص الكورس الريوكتين بفترة 3 شهور جدا بسيط عمل عملية الأنف. أي نحن ما ننصح بعمل أي شيء، أنا حتى فيلر ما أعمل إذا واحد عنده
رؤكتين، اقولها او اقول له خلص الرؤكتين وتعالي اعمل لك فيلر بعد مرور 3 شهور، حتى بعد شهر امن، بس للاحتياط بعد مرور 3 شهور ممكن نعملها. ستريتش ماركس، في حد يسال على الستريتش ماركس، وانا احب القي الضوء ايضا صعب التعميم على الستريتش ماركس لانه ممكن تكون بسيطه جدا، بالحاله هذه جدا سهل علاجها وان كانت بطريقه نسبيه، بس اكيد النسبه تكون احسن. الفراكشنال ليزر هو احسن علاج للستريتش ماركس، طبعا محتاج جلسات، والهاند بيس تكون مخصصه الى هذا النوع من الستريتش ماركس. اما اذا كانت من النوع المتوسط، انا ممكن هنا نعالج الستريتش ماركس بالخلايا الجذعيه، ولها مش بالبلازما، ها عشان ما في ناس تجي وتقول دكتوره انت ما عملتي لي. اول شيء حسب نوعها، وثانيا حسب خلايا جذعيه مش البلازما، والخلايا الجذعيه هو استئصال الخلايا التخصصيه من الدهون اللي تستخلص من جسم الإنسان، نبعثها إلى مختبر خاص فيها، وبعدها ممكن حقن الخلايا حقن الستريتش ماركس، وممكن تعطي نتائج زينة. أما اللي يسألني عن الكريمات، دكتور أعطينا كريم ممكن أعالج فيه الستريتش ماركس، هذا الشيء مو حقيقي، غير وارد. الكريمات لا تعالج الستريتش ماركس. بالنسبة للستريتش ماركس المصحوب بالترهلات الجلدية الشديدة، هنا العلاج جراحي وليس تقني. الحبوب البيضاء تكلمت عنها. فاطمة تسأل عن تصبغات جلدية، التصبغات في الجلد بنية، التصبغات البنية إذا كانت ناتجة من الحمل أو من الولادة أو من الشمس أو من استخدام علاجات كثيرة، تكلمنا كثير عن هذا الموضوع وقلنا إنه علاجها ممكن يكون ليزر، ممكن يكون أبر مبيضة في الجلد وليس في الوريد، لأنه في الوريد ممكن تكون ضارة. علاج الحفر بالوجه غير الليزر، الليزر هو العلاج الأول، ما أعرف ليش تسأل، بالعكس الليزر هو علاج بسيط لعلاج الأبر. أحياناً المايكرو نيدلينج ممكن يعالج الحفر بالوجه، ممكن نستخدمه أيضاً مع هايلورونيك أسيد. طبعاً في أشياء حديثة في الأسواق حالياً، الأسواق الطبية ومرخصة أيضاً، هي استخدام نوع خاص من الحقن لملء المشاكل اللي موجودة في الحفر اللي موجودة في الجلد. القشط الجراحي، القشط الجراحي هي أحد العمليات الجراحية اللي تحدث تحت التخدير الكامل، وتكون على 2 stages، أول مرة ومن ثم بعد فترة من الزمن، هي بعد 6 شهور، أيضا لها نتائج جيدة. علاج النحافة، علاج النحافة يجب يعني أخذ الحذر فيه، لأنه في ناس تعتقد أنه إذا أكلت كثير راح تزيد. بالحالة لازم الدكتور يكون عارف ليش في نحافة، يعني إحنا مش أحيانا ننظر أنه ليش في سمنة، لازم أيضا النحافة ينظر لها بعين الاعتبار، نتأكد من عدم وجود فقر دم، نتأكد من عدم وجود ديدان في المعدة، نتأكد من عدم وجود مشاكل عضوية في الإنسان تؤدي إلى النحافة. بعض الإكسرسايز يلعب الدور الكبير إنه الإنسان ما يكون عنده نحافة سيئة، إنه لو يكون عنده بيرسونال ترينر، إذا اتأكد الإنسان ما عنده أي مشاكل ثانية، يكون عنده بيرسونال ترينر عشان ينمي عضلاته بالطريقة الصحيحة وفي الأماكن الصحيحة. أنا أبى الليزر في وجهي. محمد ايش السؤال؟ انا مش فاهمة، اتصل حاط رقم. لا في حد علاج السمنة، علاج السمنة لابد منك تتوجه الى طبيب سمنة يدرس مشكلة السمنة ويشوف ايش هو الحل المناسب، هل هو البالون، هل هو الرينجز، هل هو تحويل مسار المعدة. طبعا ايضا جدا صعب اني انا اتكلم
بعمومية كاملة عن هذا الموضوع. بالعكس أنا لازم الطبيب المختص بعلاج السمنة البرياتريك سيرجن ينتقي الحالة ويصمم لها علاج حسب اللايف ستايل للإنسان. أحلى علاج شعري ما يطول، دنيا شعرك ما يطول يا دنيا. طبعا لازم نتأكد انه هل مصحوب بتلف الشعر، هل هو مصحوب بسقوط الشعر. اذا ما كان مصحوب، انت ما ذكرتي ما صح ما كان مصحوب بمشكلة في فروة الرأس او انه مشكلة في تلف الشعر، اذا الشعر ما يطول هنا هذا حده. نحن ما نقدر كأطباء نعطي شيء يطول الشعر. تجيني أسئلة كثيرة، دكتورة أبغى شيء يطول الشعر، في ليمت معين لأنه الشعر يطول، أكثر من هذا الدكاترة ما يقدرون يسوون. أهم شيء أي شيء، أهم شيء أنه ما في شيء يتالف للشعر وما في شيء يسبب سقوط شعر. ورد يسأل على إزالة الشعر بالليزر. إزالة الشعر بالليزر موضوع أنا يسرني أني أتحدث فيه، لأنه كثير تجينا حالات دكتورة عملت إزالة شعر وبدأ شعري يطلع أخشن أو كان رفيع وصار ثخين، عمل لي حساسية. إزالة الشعر بالليزر هذا موضوع جدا يهمني نوعية الشعر قبل ما أختار الجهاز اللي يعمل على إزالة الشعر. انتقاء الجهاز الليزر مثل انتقاء الحالة. يعني جاني حد الشعر عنده سميك، اختيار جهاز ليزر يعمل على الشعر السميك، بعد جلستين او ثلاثة يصير الشعر انترميديت يعني متوسط السماكة. اذا انا انتقل الى جهاز يعمل على الشعر متوسط السماكة، بعد فترة يكون الجهاز أو يكون الشعر رفيع أنتقل إلى شعر يعمل على الشعر الرفيع وهكذا. جاني شخص عنده نوعية الشعر رفيع، أنا أروح على طول على الجهاز اللي يعمل على الشعر الرفيع مع مراعاة حساب المعايير والمقاييس في طول الموجة والطاقة حسب نوع الشعر، حسب لون البشرة سمرة ولا بيضة. أنا جدا يهمني هذا الموضوع. فدائما تجيني أسئلة دكتورة ليش أنا جهاز الليزر المنزلي ما نفعني؟ أكيد أنا ضد أجهزة الليزر المنزلية، لأنه أجهزة الليزر المنزلية مبرمجة على نوع شعر واحد، مبرمجة على لون جلد واحد، إذا ما رح تأدي مفعولها مثل أجهزة مخصصة في عيادات لأطباء عارفين نوع الشعر ونوع المعيار ونوع الجلد. فجدا أنا حريصة على هذا الموضوع. مهدي سألني قبل شوي، دكتور رجع على سؤالي، ارجع اسألني سؤال يا مهدي لأنه أنا عندي السكرين تمشي حتى أحيانا ما لحق أقرأ الأسئلة. غلط تسألني على علاج الهالات السود اللي تحت العين، أنا تكلمت عنها مرتين، لو ترجع إلى حلقتنا بعد ما نخلص راح تلاقي الجواب. وفي كثير يسألوني دكتورة ما رديتي على الأسئلة، ارجعوا اسألوني مرة ثانية. عنواني عبير، نحن في مدينة دبي الطبية، مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية في دبي. مرة ثانية آية تسأل عن الهالات السود تحت العين. يا آية والأخوات اللي سألوا، الهالات السود موضوع يتركز على المشكلة وين، شو اللي يخلي الهالات تصير سودة؟ هل هي نوعية الجلد؟ هل هي الجفاف اللي موجود؟ أو هل هي مجرى الدم؟ ارجعي تابعي الحلقة من البداية وراح تلاقين كل شيء موجود. مهدي، علاج للحبوب في الأماكن الحساسة، ممكن يكون التهاب في الشعرة يا مهدي، في التهاب في بويصلة الشعرة هي اللي تعمل الحبوب. إذا كانت من الحجم الكبير جدا ممكن تكون مشكلة تحتاج إلى أخذ عينة لمعرفة نوع إذا كان فيها بكتيريا ولا لا. لذلك لابد من زيارة الطبيب ومعرفة المشكلة وأخذ عينة منها. ممكن تحتاج أنتيبيوتيك مثلا، ممكن تحتاج أنواع أخرى من الأدوية المعالجة.
يبدو الجرح عميق في حد يسأل. لدي خياطة في يدي منذ 4 سنوات تقريبا ويبدو جرح عميق، هل هناك علاج فعال؟ علما أن أحد عروق اليد تأثر بالإصابة وعلى أثرها ضعفت اليد وأجد صعوبة في التحكم في الإصبع. لا الموضوع يعني عن الشق التجميلي. إيه عن الشق التجميلي أنا، لأنه هنا الموضوع مرتبط بشقين، ونحن في التجميل عادة نحب نمسك الحالة بعد ما تتعالج المشكلة العضوية فيها، بعد ما تتعالج المشكلة الطبية فيها. يعني أنا أفضل أنك تشوف طبيب أعصاب وتتأكد أنه المشكلة خلاص انتهت وما في مشكلة في الأعصاب. ودائما لما تروح للطبيب التجميل تاخذ معاك ريبورت، تقرير كامل يأهل طبيب التجميل أنه يمسك الحالة، لأنه نحن بعد ما نتأكد من سلامتكم 100% نلجأ إلى العلاجات التجميلية. وبعد ما نتأكد ممكن نعالج السكار بكل بساطة بالخلايا الجذعية مثل ما ذكرت، عن طريق استئصال الدهون وبعثها لمختبرات خاصة تطلع لنا الخلايا الجذعية، ونعاد نرجع نحقنها بالسكار، أو أحيانا نحقن ستيرويد، أو أحيانا نستخدم ليزر المعالج لهذه المشكلة. هل الفيلر فيه أضرار؟ لا يا دنيا، الفيلر الحقيقي الغير مقلد المؤقت ليس له أضرار. الفيلر المعتمد والمرخص من الهيئات الصحية في أي بلدان، يعني نحن أي حد يتابعنا من كل مكان ما شاء الله يتابعونا، نقولكم اتأكدوا أنه الفيلر مرخص من الهيئات الصحية في بلادكم، وبعدها إن شاء الله ما في أي أضرار. عملوا الفيلر في عيادات صحية، في عيادات تجميلية من أطباء مرخصين. لا تعملوا الفيلر في الصالونات أو بالبيوت، لأنه تخسروا حقكم كبشر. ممكن يكون الفيلر هنا مو مرخص، قد يكون دائم، هنا تكون المشكلة ضارة يا أختي. شعر حواجبي قليل، يعني عندي فراغات بحواجبي بس ما أريد تاتو، ولا أنا أريد تاتو، لأني أنا جدا ضد التاتو في المنطقة هذه. أنا أنصح ممكن بعمل أيضا خلايا جذعية، حتى البلازما تلعب دور كبير هنا بس بحكمة شديدة. والشيء الآخر، في مستحضرات موجودة بالصيدليات المرخصة وليس أونلاين، لا don't order online، أنا ضد هذا الشيء. المستحضرات هذه ممكن وضعها على منطقة الحاجبين بانتظام كل ليلة مثلا، تساعد على انبات الشعر. كم مدة علاج نزع الشعر بالليزر؟ إذا الليزر مضبوط المفروض لا تزيد عن 6 إلى 7 جلسات. علاج الزيوان في الوجه ممكن يتم استئصاله في منتجع طبي وصحي تحت إشراف طبيب، نتائجه كثير حلوة. الدوالي الصغيرة في الوجه ما علاجها؟ صفاء، تحية لك كبير يا صفاء، هذا سؤال مهم جدا. السبايدر فين اللي هي الشبكة العنكبوتية اللي تكون، هي مش دوالي، هي شبكة عنكبوتية تكون في الوجه، ممكن علاجها بكل بساطة بالليزر. في ليزر مخصص للمشاكل الحمراء نسميها، سواء كانت اللي هي الوردية أو كانت الشبكة العنكبوتية اللي تكون فيها. أنا بقولكم اسم الجهاز عشان تسألوا عليه وين ما كنتوا، اسمه بلس داي ليزر، المتخصص بعلاج الشبكة العنكبوتية. حامض الليمون منيح للبشرة الدهنية، ما هي فائدته؟ ندين، حامض الليمون مضر للبشرة. حامض الليمون قد يؤدي إلى تصبغات للبشرة فيما بعد، وأنا فعلا أحذر عنه. استخدمي أنتي أوكسيدنت، وحلقة الأسبوع الماضي لا زالت موجودة فيهم يرجعوا لها، ارجعوا على حلقة الأسبوع الماضي وشوفوا تجربة التفاحة لما أنا حطيت عليها واقي مادة ضد الأكسدة. مادة ضد الأكسدة تحافظ الكثير، فايدة كويسة، وكثير ناس يربطوا بينه وبين، لأنه حمض، بينه وبين حمض الليمون. فشوفي حلقة الأسبوع الماضي واستخدمي الأنتي أوكسيدنت
روحي للصيدلية واطلبي أنتي أوكسيدنت من أصحاب الصيدليات أو أطباء الصيدليات. ردي ما ليش ما تردين دكتورة؟ حامض للوجه. حامض الوجه مدديت يا ماريا توني أنا. في حد يسأل دكتورة ليش ما تردين على الإجابة؟ شكلك مش عارفة الإجابة. أنا مش عارفة السؤال. أنا أكيد لو عارفة الإجابة برد عليك، مش عارفة الإجابة بس ممكن أكرر السؤال. أكرر السؤال يا بسمة، أنا تكلمت على علاج الكلف، ارجعي شوفي الحلقة من أول الحلقة. ترهلات البطن من الحمل شو علاجه؟ إذا كانت الترهلات كثيرة يا أختي فهو العلاج الوحيد لها هو الاستئصال الجراحي. في كثير ناس تعتقد أنه في علاج غير الاستئصال الجراحي، وأنا بكل بساطة وبكل شفافية أقول لكم لا تجربون أي شيء ثاني، لأنه في ناس تعتقد أنه في تقنيات ممكن تعالج هذا الشيء. إذا الترهلات كثيرة بعد الحمل أو الولادة مع تشققات لا ينفعها إلا الشد الجراحي. وشد الجراحي مش مشكلة كبيرة، شد الجراحي هو عبارة عن قطع في أسفل البطن. في ناس حتقولي طب دكتورة أنا حقطع في أسفل البطن. طيب لازم يختار الإنسان، يختار ما بين أني أنا أرضى بالقطع أو أرضى بالترهل. الترهل حيسوي شكل الإنسان، كلمة قبيح مش حلوة، مو حلو، من غير الثياب ومع الثياب يكون معه تشققات ويكون معه ترهل كثير ويكون معه سمنة وتجمعات دهنية. إذا القطع الجراحي والتخلص من الدهون ومن الترهلات ومن الستريتش ماركس التشققات الجلدية كثير أحسن من قطع جراحي واحد قد يعالج فيما بعد. عيدي الجواب لأني لم أحضر، جدا صعب، أنا أتمنى أنه تعيديها مرة ثانية عشان ما أخذ حق الآخرين. مصطفى أرجع أسألني مرة ثانية لأنه أنا تروح من عندي الأسئلة. في حد يسأل على علاج حب الشباب في سن 13. أنا من الناس اللي فعلا يعني أقول لكم قدر الإمكان أني أشجعكم على علاج حب الشباب في سن 13 حتى ما تترك آثار عميقة في البشرة، آثار تعمل على حفر ممكن يصعب أنه نعالجها فيما بعد. العلاج حسب، إذا كان بسيط ممكن يعالج بالأدوية اللي هي التوبيكال تريتمنت بالكريمات، إذا كان فيها شوية انفكشن أو بكتيريا تعالج بالأنتيبيوتيك سواء توبيكال أو حبوب. إذا كانت عميقة ممكن تعالج حتى بعد السن، مدام بعد السن 12 دراسة حديثة تقول حتى تعالج بالرو أكيتين. دكتورة أنا حقنت بوتوكس من أسبوع للآن ما حصل على النتيجة، صعب أني أفتي في شيء مثل هذا طالما أنه أنا ما عرفت المقدار اللي حقنه الدكتور، ولكن البوتوكس يحتاج 10 أيام إلى أسبوعين عشان الإنسان يشوف النتيجة بالتمام. هل تقنية PRP تساعد على علاج التجاعيد؟ نوعا ما وليس كثير. PRP شيء بسيط تعالج التجاعيد إذا اشتغلت على الكولاجين، بس التجاعيد تعالج بالبوتوكس أكثر من أي شيء آخر. علاج الهالات تحت العين أكو شيء إلى جاوبي كل ساعي بالسؤال. مموشة حلو اسمش دلوع. ممكن نعالج الهالات السود يا مموشة وعيدة أنا، لأنه أنت عدتي السؤال كذا مرة وموجود في أول الحلقة بكذا شيء. إذا كان في التير تروف بمجرى الدمع بالفيلر المخصص له، إذا كان الطبقة رقيقة فممكن تعالج. على فكرة في شيء اسمه الاي دي ان اي، والاي دي ان اي مو بس يعالج السواد اللي حوالين العين، يعالج كل البشرة، وهي عبارة عن أخذ عينة من اللعاب وبعثها إلى مختبر عشان يدرس المختبر شو هي الأشياء الناقصة في جينات الإنسان، ويكون مجموعة من الكريمات ممكن يبعثوها للشخص وممكن يستخدمها إذا كانت المشكلة مصحوبة بالهالات السود. أيضا الريو بلاش اللي هو المكون من ثاني أكسيد الكربون كعلاج للهالات السود. إذا كانت الطبقة طبقة الجلد خفيفة أو فيها جفاف ممكن مادة ترطب، إذا فيها خطوط تعالج بالبوتوكس وهكذا، فحسب المشكلة.
دكتورة ابني انجرح و ابن غلط تحت عينه، يعني بجوز في شيء جرح تحت عينه. اوكي. ف عمره السنة بيحتاج مرهم تجميل ولا بتروح مع العمر؟ حسب، إذا كان عميق يا أختي ممكن يحتاج إنه تشوفين الدكتور حاليا، إذا كان بسيط بيروح وخفيف بيروح مع العمر. صعب إني لأنه ما أشوف، ما شفت الحالة. دكتورة البوتوكس كم يدوم؟ إذا قصدش البوتوكس في الجبين، البوتوكس في الجبين يدوم ما بين 4 إلى 6 شهور إلى 7 شهور حسب. ليش أقول لك أنا يتفاوت؟ يتفاوت إنه كم الدكتور، حسب النسبة اللي حقن فيها والتركيز واستجابة الشخص، وإذا حقن كثير ولا أول مرة، كل هذا يفرق. بس إنه هذا هو الرينج ما بين 6 إلى 7 شهور. في حد راجع الدكتور عدة أطباء مشان حبوب تحت الجلد ويعطوني دواء يصفي الوجه، كمل تروح. وله آثار جانبية، ممكن لاقي علاج خارجي للوجه بدون حبوب؟ علما انه هو كثير مش واضح السؤال، اخاف اقول اي شيء. مو واضح السؤال على فكره، يعني انا يا اخت صفاء جدا اعتذر، لانه الحبوب تحت الجلد تعني الكثير، والاطباء اعطوكي دواء يصفي الوجه وله اثار جانبيه. انا ما بعطي حد دواء له اثار جانبيه، لانه هنا انت أنا عشان أتحمل الآثار الجانبية أتحملها في حالة واحدة، إنه أنا فعلا بحاجة إلى هذا النوع من الدواء إني أستعمل الآثار الجانبية. في حالتك ما بستعمل الآثار الجانبية، لذلك أنا أبعد على هذا النوع من الأدوية. دكتورة في علاج للتجاعيد يدوم فترة طويلة؟ الدوام لله يا فاطمة، ما في شيء يدوم فترة طويلة، وكل علاج كل ما قصرت فترته يعني ما بين الأشهر يعني من 4 إلى 6 شهور كويس، إنه حتى تزورين دكاترة تشوفيهم. بس إنه الدكتور يعطيك علاج فترة طويلة، هنا دخلنا موضوع جراحة شد الوجه والأمور هذه. ولو كان الشخص عمره كبير، يعني عمره فوق 60 سنة، هنا مضطر يلجأ إلى جراحات شد البشرة لأنه الترهل عنده شديد. بس إذا أنا مش عارفة كم عمرك يا فاطمة، بس إذا كان أو عمر المشكلة، إذا كانت المشكلة مقصود فيها كنتي 30ية أو 40ية، إيه شو المشكلة إنه تعملين التريتمنت كل 6 شهور من أجل سلامتك؟ يعني جفاف الوجه وبالتحديد منطقة الأنف والجبهة، وبتزيد مع الشاور الساخن، وأستعمل مرطبات وحلها مؤقت وبترجع ثاني. طبيعي يا أخ فؤاد ترجع مرة ثاني، لذلك لابد من الدوام على هذا النوع من المشاكل باستخدام كريمات خاصة فيها، لأنه هذا نوع البشرة صعب أنه نعطيك شيء دائم فيها. يعني في أشياء طبيعية في الإنسان لازم الإنسان يتصالح معها ويعمل خطة حياتية يسويها، من أهمها اللي هي جفاف، وأكثرها غالبيتها هي جفاف البشرة أو جفاف الشعر، فشيء طبيعي أنه يستخدم أشياء مؤقتة. كريم البشرة الجافة، صعب أني أوصف أي شيء يعني قد يعتبر تسويقي لأي براند، فشك أعتذر يا أم فرح. أريد أعمل ليزر للرجل، هل يصير أثر فيها؟ لا، الليزر إذا على فكرة الليزر إزالة الشعر يساعد كثير على أنه جعل البشرة جميلة. ليش؟ الليزر محفز أول للكولاجين في البشرة، فتلاقين أو تلاقون بصورة عامة الناس اللي تعمل ليزر البشرة تصير عندها في منتهى الجمال. الليزر ما المفروض ما يعمل حرق، وإذا شوية صار في رياكشن يمكن الحرارة زايدة شوية، يمكن يومها كان الإنسان متعرض للشمس، ممكن حاط كريم، هذا المفروض يروح. يعني بقعة صغيرة ممكن بكل بساطة يروح. دائما خبر طبيبك باللي يصير معك، يعني اليوم صار معي شيء ما أصير أسوي فتوى لنفسي وأستخدم أو أتصل بصديق أو أتصل في جمهور، صح؟ أتصل في الدكتور على طول وأقول له يا دكتور أنا عندي مشكلة
صار كذا وكذا واروح لدكتوري عشان هو عارف حالتي، عارف المعيار اللي استخدمه. هل الماء الدافئ او الماء البارد احسن لغسل الوجه؟ مايا الماء البارد، طب الماء البارد طبعا احسن لغسل الوجه، رغم انه انا اغسل وجهي بماء دافي، بس هذا مش الافضل. الافضل الماء البارد لغسل الوجه اكيد. علاج للتليف للبجلد، حسب هذا التليف ناتج من ايش. هنا لابد من فحص، طبيب لازم يشوف هل التليف من سكار، هل التليف من حادث، هل التليف من فيلر انحاط، لانه الفيلر يعمل تليف ايضا. شو نوع الفيلر؟ يعني هنا انا صعب اجاوب، لابد من فحص عشان اعطي جواب. واذا كان قصدك الكورتيزون، نعم ممكن للتليف احيانا نعمل كورتيزون، بس التليف هذا ناتج من ايش؟ احيانا التدليك اليدوي ممكن يعالج التليف، بس ايضا حسب شو هو التليف من شو بالضبط. هل ممكن إزالة الشعر الأبيض من الوجه نهائيا يا ميسون؟ شو قصدك بالليزر؟ الليزر لا يعمل على الشعر الأبيض أبدا، الشعر الأبيض خلاص تصالحي معه. دكتورة نبغي معلومات عن جهاز تجميد الدهون صح؟ ياسمين، ياسمين تسأل. تجميد الدهون. طيب يا ياسمين، تجميد الدهون هو جهاز يعمل على تجميد الخلايا الدهنية في البطن أو في اليد أيضا. هنا أيضا انتقاء الحالة، تفريز الدهون. طبعا في كذا جهاز، بس هو الأشهرهم واللي أكثر مرخص اللي هو جهاز زلتك. ممكن هو في يد قابضة فيها خرطوم لا معيار، يوضع على البطن ويتم لمدة ساعة. ناو جدا مهم عندي انا اني انا اختار الحالة. اذا كانت الحالة مصحوبة بترهلات جلدية وعضلية، هنا انا ما بعمل تجميد دهون. ليش؟ لانه اذا كانت مترهلة وانا اجمد الدهون، ممكن التجميد هذا يقلل 40% من الدهون المتجمدة. اذا انا عملت، ساعدت على انه الترهل يحدث او يزيد بالحالة هذه. إذا كان في ترهل جلدي والدهون قليلة والترهل أكثر من الدهون، هنا أنا دخلت ممكن أنا أحرق الجلد على فكرة. وحصلت حالات، أنا شفت حالات محروقة لأنه الترهل أكثر من الدهون. الحالة هذه أنا ما بعمل تجميد للدهون أبدا. التجميد يكون فقط إذا كان تجميد دون ترهل وما في تشققات وما في ترهل جلدي وتكون الدهون معقولة. إذا انتقاء الحالة جدا مهم، أو لازم أحسمها. ممكن أنا أحسبها عفوا، إني أنا أختار الترهل سوري التجميد يكون في مكانين مثلا، يعني في أسفل البطن أختار أعمل ساعة هنا وساعة هنا، لأنه يحتاج ساعة من الوقت. قد تدوم، قد النتائج بحاجة إلى 6 أسابيع عشان تظهر. ممكن يعمل انتفاخ في البطن، ممكن يعمل ألم مغص شوي، وهذا جدا طبيعي. أتمنى أني أنا جاوبت على كل أسئلتك أختي. ريحانة تسأل على علاج التشققات في البطن، تكلمنا على هذا الموضوع. إذا كان كثير ومع ترهل فاستئصال جراحي هو الأفضل. إذا كانت البطن فلات وما فيها شيء، ممكن تعالج بالبلازما، شيء بس مش كثير بالبلازما، وإنما بالخلايا الجذعية تعالج أو بالفراكشنال ليزر. علاج تساقط الشعر، علاج تساقط الشعر لازم أتأكد يا أختي الأخت الفاضلة اللي سألت إنه ما يكون معاه مصحوب بال فقر الدم، ما في فقر دم. لأنه إذا في مشكلة بفقر الدم، معناتها أنه أنا ما قدرت أنه أعالج العلاج الصحيح، لأنه هنا لازم يكون علاج المشكلة نفسها، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أمراض الغدة الدرقية. يعني إذا في أمراض غدة درقية أو فيتامين دي أو
فقر الدم أعالج المشاكل الأساسية ومن ثم أعالج تساقط الشعر. علاجاتها كثيرة، ميزوثيرابي، بلازما، بلازما الدم من أجمل النتائج لعلاج تساقط الشعر. حتى الليزر البارد ممكن يحفز بويصلات الشعر ويعالجها. أحمد يقول لي جرح بسيط والدكتور بتروح من عندي. متابعة هي الجرح اللي تحت العين. تحت العين؟ ممكن ممكن. إذا الجرح. يعني الغرز هو نوع نايلون مش سلك، هل تعمل ندبة ولا لا؟ شو نايلون؟ النوع ممكن الخيط. اللي استخدمه الدكتور. إن شاء الله ما تعمل ندبة. إن شاء الله ما تعمل ندبة، بس أنا جدا صعب إني. جرح الفراق ما محمد يقول جرح الفراق شو علاجه؟ جرح الفراق ما له علاج. عندما استحم تصير على جلدي حكة، هل تنصحين بشيء؟ ناس ممكن يكون عندهم حساسية من الماء يعني، بس كثير لازم تكون دقيق انه تعرف انه الماي ها الماي الحار ولا الماي البارد. ممكن احيانا الماي يعمل جفاف، لذلك بعد الاستحمام يفضل استخدام مرطب لكل الجسم. حاول انك تعمل هذا الشيء، بس اطلع من الحمام وتنشف، استعمل مرطب لكل الجسم. حاول تبعد عن الصابون واستخدم في غسول خاص للبشرة الجافة، موجود في الصيدليات، وكل الماركات الطبية فيها، المنتجات الطبية كثير فيها هذا الشيء. وحاول تلاقي شيء مستخلص من الحليب، غسول مستخلص من الحليب موجود، من اللاكتيك أسيد موجود في الصيدليات، استخدمه ومرطب أيضا لاكتيك أسيد بعد الاستحمام، يعطيك نتائج حلوة إن شاء الله. كيفية إزالة الشامات بالوجه؟ طبعا استئصال جراحي بلا شك. علاج السيروس السوداء قلنا، أما بالمواد اللاصقة اللي هي تشيلها أو عن طريق استخدام الذهاب إلى منتجع طبي وإزالته بطريقة طبية بحتة. علاج الكلف والحب، علاجين مختلفين تماما. انا اعالج الكلف بشيء والحب بشيء ثاني، ابلش بالحب عشان ما لا يؤدي الى كلف. كثير يجيني حتى احمد يسال عن علاج الكلف. تكلمنا عن هالموضوع، ابتعد عن الشمس، استخدام واقي الشمس بانتظام، استخدام مواد ضد الاكسده، ايضا طبعا استشارة الطبيب، حقن الاوبر دايركت على الكلف نفسه، ميزوثيرابي، مواد مبيضة دايركت على الكلف، الليزر احيانا، دمج تقنيات الموجات الطويلة مع تقنيات الموجات القصيرة يؤدي الى نتائج جيدة. اماني تطلب خلطة، انا ضد الخلطات خاصة من بعيد، خاصة دون الفحص. أنا أحيانا يجوني patients يقولوا لي دكتورة شوفي هذه الخلطة فظيعة، دكتورة خطيرة هذه الخلطة، وأنا لما أجي أفحص الخلطة نصها فيها كورتيزون، ونصها فيها أشياء مو معروفة، ونصها فيها أشياء صراحة غريبة أول مرة أسمع فيها إنها ممكن تستخدم على البشرة. واحد حاط خلطة يبيعها في صالون فيها كلوركس، انا افاجئ بهذا الشيء. فانا ضد الخلطات، الخلطه يعمل لك اياها طبيبك بعد ما يشوفك، يشوف البشره، يشوف كيف تقبلها اقدر اعطيها مقشر ولا لا. مشكل البشره تتقبل المقشر، مشكل البشره تتقبل الكورتيزون، فجدا حريصه اني ما اعطي خلطات الا بعد الفحص. ايوه يا اماني، حتى تبيض اليدين ما نقدر نعطي خلطه، لانه هذه اليدين اكثر شيء يتعرض لاشعه الشمس، وانت تسوقين السياره وقاعده دائما لاحظوا ايدكم اليسار، هذه في الدول العربيه مش اللي عايشين في انجلترا، العكس، الزجاجه على الايد اليمين. في بلادنا
والدول اللي السيارة في الإيد اليسار دائما السيدات أو الرجال، الإيد اليسار أغمق من الإيد اليمين لأنها قريبة عن الزجاج. وتكلمنا الزجاج أحيانا يمتص الأشعة الفوق البنفسجية بي، فشو تسوي؟ تسوي تصبغات جلدية. فلذلك جدا حريصين إنه نحط سان بلوك على هذا الموضوع. فبالوقاية نحن نقدر نحل المشكلة يا أختي، يعني نستخدم واقي شمس وإحنا نسوق السيارة. في ناس يستخدمون القفازات السوداء، تقولي أنا استخدم قفازات سوداء. القفازات السوداء لا تعني إني أنا أحجب الأشعة اللي تعمل تصبغات من اليدين، لأنه الأسود يمتص أشعة الشمس. إذا حتى لو حطي قفازات سوداء، حطي قفازات بيضاء أحسن، بس حطي واقي الشمس وبعدين حطي القفازات. فهنا استخدمي واقي واستخدمي مرطب أحسن من إني أنا أكتب لك على يعني أي مادة وصفة خلطة. عمري 22 سنة وأريد أسوي حقن شحوم. وجهي عادي ولا يأثر لأنه عمري صغير؟ هو إذا أنت كنتي بحاجة إلى هذا الشيء أعملي، بس إذا أنت ما كنتي بحاجة هذا الشيء يا أختي أنا أفضل بال 22. يعني هو ليش نحن ليش نسوي حقن دهون؟ حقن دهون إذا كان في ضمور بالفات، أنت لازلتي صغيرة، والمفروض البنت في 22 عندها كمية فات جميلة، إلا إذا أنت عملتي مثلا عمليات السملة وغاستريك باي باس ونزل وزنك بطريقة ممكن، المفروض ما يضر، بس إذا ما في سبب أنا أفضل أنه أنت ما تعمليها. عندي نقط سوداء ظهرت على ظهر يدي ووجهي مثل النمش، أتمنى تنصحيني. أمينة شكلك تطلعي في الشمس وشكلك بيضاء اللون. أنا ممكن أحيانا دائما أقول للناس أيضا أني أفحصها تحت الأشعة فوق البنفسجية وأشوف عمقها، ممكن تعالج بالليزر. واقي الشمس هنا كثير ضروري. دكتورة شو ممكن أستخدم كريم أو شيء طبيعي حق الإكزيما أتجنبه في الشتاء خصوصا من ضغط الوجه؟ يا هنا يا حبيبتي، في فصل الشتاء جدا ضروري إنه نحن نستخدم المرطبات. شو قصدك بالشيء الطبيعي؟ شو يعني طبيعي؟ ما المفروض لو كانت الأدوية مرة ببروسيس، معظم باي ذا واي معظم الأدوية مكونة من برودكت طبيعي، ولكن تمر ببروسيس معينة وتصنع لكم تحت دراسة معينة وبنسب مدروسة تماما حتى ما تعمل مشاكل. لا تعتقدوا انه المستحضرات الطبيعية الناتشرال اذا استخدمتوها ما تعمل لكم ألرجي. بعض الأعشاب تعمل ألرجي بطريقة أكثر من الأدوية الطبية. الأدوية الطبية مدروسة تحت دراسات معينة وفيها نسب جدا أكيورت، فلذلك مش غلط إنه دكتورك يكتب لك دواء وأنت تستخدميه بدل من الأشياء الطبيعية اللي تقولين أنا أستخدمها. لذلك المرطبات اللي موجودة بالصيدلية أحيانا كثير كويسة انه انت تستخدميها. رشا دكتورة شو علاج صدفية الراس؟ ناو صدفية الراس احيانا بحاجة الى ايضا فحص مع نعمل تحليل كامل، مش تحليل اقصد اناليسز، لفحص كامل للجسم عشان نعالجها. في مستحضرات كثيرة موجودة مخصصة لابد منه طبيب جلدي يعالجها، وأكثر واحد يجاوبكم على هذا الشيء زميلي الدكتور أنور، أعتقد بيكون هذه الأيام بيجاوبكم. مون أماني دكتورة ما جاوبتيني على سؤالي، أرجعي أسأليني مرة ثانية وأنا بعالجك يا أختي، بجاوبك يا أختي. ما هو الحل؟ ما الحل في الخط اللي بالعرض فوق المناخير؟ كملة راح السؤال. فوق الأنف بالعرض بدون جراحة.
ممكن ينملي، ممكن نعم. لا، اذا اللي فهمته انه الخط ما تريد تسوي عملية جراحة، اذا في الانف ممكن يملأ بالحقن المالئة، ممكن. ف ممكن ينملأ، بس انه لابد من قراءته عشان نشوف شو هي المشكلة. علاج الكلف أم باكر تسأل السؤال، كثير تكلمت عن الكلف اليوم، ارجعي شوفيه. أنا بس عشان ما عندي مانع، بس عشان أعطي فرصة للآخرين يسألوا أسئلة جديدة. إيدي بيصير فيها مثل النمش، لسه متكملة على موضوع النمش في اليد يا أماني، ممكن تروحين. فتحات الخشم الكبيرة، مستغرب من السؤال. لا، هذا السؤال متداول، بيجونا كثير في العيادة. أنت بالنسبة لك أول مرة، بس موجود هذا السؤال. باي ذا واي، علاج الفتحات الكبيرة في الأنف ممكن تعالج بالبوتوكس عشان تبدو أصغر، مش تصغر، إنها تكون تبدو أصغر، يدوم 4 شهور ما يطول، مش راح تصغر كثير، تصغر 20%، 10 إلى 20%. بس إذا حب الإنسان إنه تكون مميزة وكثير والفتحات كثير كبيرة، أكيد لابد إنه الجراحة هو الحل الأمثل. بتول تسأل عن علاج ترهلات البطن. أنا تكلمت قبل شوي بتول، أنا يمكن تكلمت، أنا أبغيك تدخلين وتشوفين أنا إيش تكلمت والأسباب. قلت إنه علاجها الوحيد هو القطع الجراحي. شوفي، أنا بكمل الجزء الآخر، الشق الآخر من الجواب، لسبب إني أنا قطعته لأنه تجي أسئلة كثيرة وأبغي أعطي المجال للآخرين يسألون. بما أنه أنت سألتي، أنا برد أنه على العملية، هل العملية صعبة؟ العملية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار، العملية لابد أن تجرى تحت جراح متمرس ومتخصص بهذا النوع من العمليات، لأنها عملية وإن كانت نتائجها رائعة وجميلة فيما بعد، ولكنها عملية دقيقة، لابد من الإقامة 2 يوم بالمستشفى، لسبب أنه لابد تكون تحت الرعاية الكاملة من طاقم جراحي أثناء العملية وما بعد العملية، طاقم من الممرضات، لابد أن يكون في درينج يشيل كل السوائل اللي ممكن تكون كتجمعات من السائل تحت البطن بعد العملية. يعني لابد أن يكون في درينج حسب الدكتور، في دكاترة يحطوها 2 يوم، في دكاترة يحطوها أنا شفت 4 أيام، عشان نبعد عن شيء ممكن يتولد بعدها اسمه سيروما، وهذا وارد جدا، بس احنا نتأكد انه من عدم وجوده عشان نبعد عن هذا الشيء، رغم انه هو معالج ولكن نتجنبه قدر الامكان. لابد من التأكد من الخياط بشكل تجميل وما يصير فيه اي مشاكل بعدها، لابد من التأكد من الحالة الصحية للانسان بعد اجراء هذا النوع من العمليات، وبعدها يروح الانسان. حد يسألوني متى يمارس عمله، يمارس عمله بعد فترة من الزمن، فترة لا تقل عن 2 إلى 3 أسابيع في راحة تامة. أنا جاوبت على الشق الثاني، ارجعي للشق الأول في أول حلقتنا اليوم. أنا أتمنى متابعينا على صفحة الإمارات اليوم إني أقضي معاكم وقت أطول، ولكن هم قالوا لي إني أبطل، أي لأنه أنا أحب أظل معاكم. بتقول الأسبوع الجاي اللي ما لحق اليوم يسأل أو يجاوب الأسبوع الجاي. أنا أحب أقول لكم شيء، هذه آخر حلقة في سنة 2016، يا رب نلتقي دائما على خير، يا رب نظل على تواصل، بيننا وبينكم تواصل راقي يجمعنا، التفاهم والمحبة والسلام في كل مكان. خلونا نطوي صفحة الفيسبوك اليوم آخر حلقة في 2016، ونترك في هالسنة كل شيء كان ما أحب سلبي غير إيجابي، ونبتدي مع بعض صفحة جديدة 2017. أقابلكم على خير، وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتي لكم دكتورة جيهان عبد القادر من مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية، كل عام وأنتم بألف خير. هذه بوصلكم بعد.